يقول أقوم بدعوة العمالة غير المسلمة من كفار ووثنيين وغيرهم، وأتعامل معهم بالحسنى وأقدم لهم بعض الهدايا البسيطة، وأنا أختارهم لأعمالي وأترك المسلمين أحيانا، وذلك لأكسب قلوبهم للإسلام، فهل في ذلك بأس؟ وإذا أكلت أو شربت معهم هل علي شيء؟ يا أخي اعرض عليهم الإسلام في بلدهم، فإذا قبلوا وأسلموا تستقدمهم، أما تستقدمهم وهم كفار وتقول أبا أدعوهم إلى الإسلام، لا، هذا ما يصلح. اعرض عليهم الإسلام قبل أن تتعاقد معهم وقبل أن تستقدمهم، فإن قبلوا الحمد لله، وإلا اتركهم وجيب مسلمين. نعم.